حاتم، انت فرحان زيين رمضان وادي؟ ايوه كلنا فرحانين. اوه احلى حاجة لما يصيح الزيتي. بنحرك تواير، ايش رأيك نجهز من الان التواير؟ ايوه عدنا امس كلمت مجد وكارم، قالوا بنجهز معاك التايرات وبتحركها بدون ما تقول ليش تيجي معاكم. بل انتي بنت. وايش يعني بنت؟ شوف احسن لك يا حاتم، قد لي سنة مرايا لليوم. بتجي مع العيال تحرقي انتي مجنونة؟ والله بحنب لك عند ابوي وابي لو ما تخلينيش اروح معاكم. تبقى اجيب لك قص على بندانة وقسي رحبي برمضان، اقبع اقبع مرحب مرحب يا رمضان. هاي شولا، اهلا يا ضي، تعالي تعالي. ايش في؟ بسم الله مالكم كذا وجوهكم مقلبة؟ ايش تي حرقت تايرات رمضان بدون ما اني اكون معه؟ اهدا اهدا، ايه ما صح كلامه، انتي بنت. وايش يعني بنت؟ اس اس بعدين بقول لك ايش. خلاص يا حاتم اطمن، اني بقنعه. يلا تمام، انا بروح مع العيال. مالك كذا؟ ايش في؟ اس اس بعدين بقول لك اس. يلا قولي، خلاص راح. انا قد عملت حسابي وجمعت تايرات، بنحرقهم انا وانتي وساره وسمر بدون اي فوضى وربشه مع العيال. ياه احبك يا ضي، احبك يا ضي. جهزتهم وبنحرقهم اول ما يعلنوا رمضان ويصيح الزيتي. واني جهزت قصه اللي بنرحب فيهم برمضان. تمام، متى بنخرج نرحب؟ بدي اليومين بكلم البنات وبنخرج سوا نرحب. يلا يا بنات، وهكذا نحن جاهزين، يلا نبدا نرحب برمضان. يلا وقفوا ورائي، بنعمل طابور وبنمشي بين الحوافي. تعالي اوقفي وراي. يلا برافو اسكتوا يا بنات، ازعجتونا، صحيتونا من النوم. مالك يا قدوخة؟ نرحب برمضان. هي بس قالت بنرحب برمضان زي اللي يصوموا. عاد يا قدو خلينا نرحب. لو عادنا اسمع لكم صوت باتصل بالشرطة. مالك يا قدو، بقعت هادم اللذات ومفرق الجماعات. ايش يا قدو، انت صغير ما كنتش كده ترحب برمضان؟ أقول خلوكم الإزعاج، ما لكمش دخل في بي وأنا صغير. يلا كل واحدة على بيتها تروح. أو مالكم يا بنات وقفتوا، ذكرتوني بأيام الطفولة. أتوتصتينا يا خالة نادية، شو فيها جالسة تصيح فوقنا؟ يقول بيجيب لنا الشرطة. أو مالك يا حاج عبد الله، نسيت الذي مضى، نسيت أيام الطفولة، إيش كنت تسوي؟ إيش كنت أسوي؟ مالك كده تتباودي أنتي؟ أقول رحبوا رحبوا يا بنات، مالكم منه، أنا بعرف له. يعني عاجبك الربشة هذه؟ ايش في مالك؟ ايش سووه؟ جهال مفرحين برمضان، وسع قلبك يا عم عبد الله. وجناء خلاص بندلق فيك، يلا بنرجع نرحب. يلا مرحبا.